برضو الحاجات اللي هي اذا كانت الفكره صحيحه فلماذا لم تنتشر، ده تقصير مننا، لان اي فكره بتطلع جديد لابد انها الاول تنشر عن طريق البحث العلمي والكلام ده كله، ده احنا مقصرين. وده نداء مني لاي حد من الشباب اللي هم شباب الاطباء اللي عايز الفكره وعايز ينشرها، مرحب بيه. وقد ساهم في هذا الموضوع بعض الاطباء اساتذه في بعض الجامعات العريقه ونشروه، بس يعني ضافوا عليه حته خلت بقت ماخذ عليه، حته ان احنا لازم نحط دعامه صغيره عشان نحافظ على النسيج. الكلام ده مش صح، انا احافظ على النسيج وازرع دعامه اكبر حاجه، مش محتاج ان انا احافظ النسيج ده مش كتله لحم ثابته عشان احافظ واسيب لها مكان، لا ده هو لا يوجد الا اثناء امتلاءه بالدم. تمام. هو يعني على فكرتهم انه الدعامه لو كان حجمها كبير سيضغط على النسيج بشكل اكبر وبالتالي سيجعل تمدده اصعب. ممتاز. فنجعل احنا المساحه تمدده يعني زي ما بيقولوا براح شويه بزراعة الدعامه اقل حجما، ده اللي انا فهمته من كلامهم. هو فعلا فهم هذا المبدا الطبيب الاخ الزميل العزيز، لكن لما نيجي نحسبها بالعقل هنقول هو النسيج مش كتله لحم ثابته ان انا مثلا اسيب لها فراغ جنب الدعامه، لا ده هي قربه زي ما اتفقنا مليئه بالدم بتفرغ تماما، وهي وظيفيا ما بتتمليش بالشكل الكافي والا ما كناش عملنا دعامه. وبالتالي انا بملى الفراغ كله بالدعامه والنسيج حواليها لو تمدد بنسبه ولو 1% هو ده اللي بيدي المريض الاحساس والمتعه الحقيقيه.